التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، فضلا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي. تتواصل اليوم بالقاهرة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. أكد وأعلن مصدر مطلع على عملية التفاوض أن مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن هناك إشارات عن نضوج اتفاق الهدنة في القطاع. وأوضح المصدر أن النقاط الخلافية يجرى العمل على تدليلها خلال المفاوضات والتي تستكمل اليوم. وأضاف المصدر أن حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تشارك في المفاوضات، وأنها منفتحة نحو إنضاج وإنجاح الجهد المصري وصولا للاتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تسبب في مشاكل مع مصر التي تحرص واشنطن على العلاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها. وأضاف بايدن في لقاء مع شبكة CNN أن إسرائيل لن تحصل على دعم بلاده إذا دخلت المناطق السكانية في رفح الفلسطينية. وأوضح بايدن أن القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين. في الوقت نفسه أكد بايدن أن واشنطن تعمل مع الدول العربية المستعدة للمساعدة في إعادة الإعمار في قطاع غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلاً غرب مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 16 فلسطينياً. كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر أيضا عن شهداء ومصابين. تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود بين الجانبين، وأوضحت مصادر لبنانية مقتل 3 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة الخيام. من جانبه أكد حزب الله مقتل 2 من مقاتليه في القصف الإسرائيلي. كما تبنى حزب الله تنفيذ 11 هجوما على الأقل ضد أبنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي وضد تحركات جنود ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل، أطلق في عدد منها مسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة. أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية تم إطلاقها من هضبة الجولان المحتل باتجاه ريف دمشق. وأفادت الوزارة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف أحد الأبنية في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية. صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن انتصار روسيا في الصراع الأوكراني سيكلف واشنطن ثمنا باهظا. وقال أوستن خلال جلسة استماع للجنة المخصصة في مجلس الشيوخ إنه لا يوجد سبب مقنع للاعتقاد بأن بوتين الذي أصبح أكثر جرأة سيتوقف عند أوكرانيا، وهو ما قد يعني تكاليف باهظة لا يمكن تصورها بالنسبة للولايات المتحدة على حد قوله.
توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد، وأعلنت الرئاسة البلجيكية للتكتل أنه سيتم استخدام هذه الأموال لدعم الدفاع العسكري وإعادة إعمار أوكرانيا. من جانبها أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار، معتبرة أنه لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة ولا استخدام أفضل لهذه الأموال لتصبح أوكرانيا وأوروبا بالكامل أكثر أمناً. And reaffirmed our unshakable commitment towards its security. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بودابست في المحطة الأخيرة ضمن جولته الأوروبية بعد فرنسا وصربيا. من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وتأمل أيضا دول أوروبية عدة في إقناع شي بتقليص الفجوة التجارية بين أوروبا والصين من خلال توفير فرص أفضل للشركات الأوروبية في السوق الصينية وتقليل الدعم الحكومي المقدم للشركات الصينية المصدرة.